السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة ومغامرة جميلة وحماسية جدا النهاردة هنقوم بيها علشان خاطر عيونكم انتوا كتر الطلب على الجزء الثالث من مصيفنا والمسبح اللي احنا بنعمله الخاص بينا الجميل اللطيف هنعمله دلوقتي. صح كده؟ طبعا هي عارفة احنا مش مخططين لأي حاجة بس في اختلاف. احنا كنا قايلين لكم ان احنا هنعمله في الصينية بس طبعا ولادنا قالوا لنا كلمة فوقونا. ما قالوا لنا كلمة وهي صح، قالوا لنا احنا رجلينا هتتوسخ ومش هنعرف ننزل والمية هتتوسخ والدنيا هتتبهدل والشمس هتبقى حامية. فاحنا النهاردة هنقوم بمغامرة جميلة ولطيفة ونحاول نبسطكم ونبسطكم انتوا كمان عشان الكورونا. خليكم واخدين بالكم من الكورونا، محدش يخرج خلاص انا هختلط بناس. مش عايزين نختلط بحد، وانتوا برضو حاولوا قدر الامكان ما تختلطوش لان لسه الوضع مش امان. صح يا وفاء؟ فاحنا علشان خاطر نحافظ على نفسينا وننبسط برضو في نفس الوقت هنعمل المغامره بتاعت النهارده. مش هنطول عليكم في المقدمه، خلينا نبتدي حالا دلوقتي. بس هتضغطوا حالا دلوقتي على اللايك علشان الفيديو النهارده حماسي، في حاجات كتير هتحصل جميله احنا لغايه دلوقتي مش عارفين ايه اللي هيحصل. والله ان شاء الله يبقى فيديو جميل. احنا هنخرج من هنا معانا شنطه المغامرات بتاعتنا وهنتحرك وزي ما رجلينا تودينا هنشوف الرحله. مغامره جامده، مغامره جديده وحماسيه. يلا بينا يلا بينا. جهزنا شنطنا وجهزنا كل اللي هنحتاجه عشان مغامرتنا النهارده حماسيه ومش عارفين ايه اللي هيجرى فيها. فجهزنا كل حاجه احنا ممكن نحتاجها. احنا لسه ما اتحركناش وحرانين. احنا دلوقتي بنتحرك رايحين مغامره جميله جدا. اوعى جاهزين؟ تعالوا معانا. يلا بينا. واحنا دلوقتي بننطلق من المكان اللي عايشين فيه ورايحين مش عارفين فين. استرها معانا يا رب. سبحان الله. لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، لازم صوتنا العادي. طبعا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون استرها معانا يا رب. طالعين على الله رايحين نتفسح ومش عارفين احنا رايحين فين. احنا فعلا يا جماعة مش عارفين احنا رايحين فين، ودي هي المغامرة الحقيقية. ان الواحد ما يبقاش احنا رايحين نصيف. اهم حاجه احنا واخدين المسبح معانا. احنا واخدين المسبح معانا ما تقلقوش. احنا هنلاقي بقى هنحط المكان اللي نلاقي فيه ميه هنحط فيه المسبح. I'm
العصابة فينا نجوم دماغنا الارض احنا غلبنا عن السيطرة شفنا مية زرقاء أخيراً. وصلنا أخيراً ومغامرتنا شكلها كده فشلت لأن إحنا وصلنا عند المكان اللي إحنا كنا عايزين نيجي عنده وبس طبعاً إحنا اكتشفنا إن المكان مقفول مش هنكمل اللي إحنا كنا مخططين له. فكرة الشواطئ مقفولة أنا كنت فاكرة إن في شواطئ فاتحة زي ما قلنا لكم لأن كل الشواطئ مقفولة. أكتر بقى عشان إحنا كده جايين طول الطريق وللأسف اللي مخططين له باظ. احنا عارفين احنا هنعمله فين بس الله يسامحه لان الشواطئ فتحت خلانا ضربنا المشوار تقريبا كان بيسوحنا في حد سوحنا وقال لنا الشواطئ فتحت تروحوا وتبسطوا. الفرحه اللي كانت في بدايه الفيديو كلها راحت الامل كلها راحت للاسف الحمد لله على كل خير. طبعا احنا راجعين دلوقتي وحتى الصوره ما عرفناش ناخدها فاحنا دلوقتي راجعين البيت يعني رحنا على جمل وراجعين على بطه يعني ده المثل اللي بيتقال يعني فالحمد لله بس برضو هنحاول احنا ننبسط في البيت يعني ده املنا الوحيد بقى ما قدمناش غير البيت. خليك في بيتك واحده بنخرج من داره ده اللي بدل ما احنا لو كنا قعدنا في البيت من الاول صحيح من الساعه والله العظيم الساعه 5:30 والله يلا الحمد لله في طريقنا بقى للبيت دلوقتي ورجعنا لكم تاني يوم بعد ما يعني احبطنا جدا امبارح زي ما انتم شايفين يعني بنحاول نفك علشان احنا ما رضيناش نكمل الفيديو ده امبارح معاكم لان كانت نفسيتنا تعبانه واحنا ما بنحبش ننقل لكم ايه يعني طاقه سلبيه احنا كنا محبطين جينا نمنا وحتى ما اتغديناش سندوتشين يعني ما خدناش صوره حتى جنب البحر فطبعا الله يسامحه اللي كان السبب هو اللي قال لنا الشخص اللي قال لنا ان الشواطئ فتحت خلانا ضربنا مشوار 160 كيلو وبقى جهزت تتبيله سمك وشنطه تشاوي وحاجات كتير وفعلا كانت هتبقى رحله وكنا واخدين معانا مخيم كامل ما كناش هنختلط حتى لو الشواطئ مفتوحه ما كناش هنختلط بناس والله احنا كنا ناويين نبقى في جنب لوحدينا ومع نفسينا ومش هننزل البحر كنا واخدين ده معانا احنا كنا واخدين معانا المسبح بتاعنا الصغير ده علشان ما كناش حتى هننزل الميه فالحمد لله وكويس ان احنا رحنا وجينا بالسلامه ودي اهم حاجه بس طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين احنا جالنا تعليقات كتير بتحذرنا من اننا ننزل الشارع علشان خاطر المكان مش مؤهل لان احنا نعمل في حاجه زي كده وكمان الشمس هتبقى حاميه جدا وهم قالوا لنا ان احنا رجلنا هتوسخ فاحنا خلاص هم قالوا لنا مالناش فيه واحنا زي ما عشمتونا ان احنا وريتونا الميه تنزلوا لنا الميه برضه لما احنا نزلنا يومين قبل كده قال لك لا مالناش فيه قالوا لنا مالناش فيه فوفاء قالت ايه قالت لنا كلمه ايه انا زهقت منكم فايه معاها حق عشمناهم وودناهم عند البحر وفي الاخر ما ينزلوش فكان لازم نعمل كده وغلطتنا لازم احنا نستحملها فما قدمناش غير حل واحد اللي انتوا عارفينه اللي هو ايه طبعا انتوا دلوقتي كل اللي هيشوف هيقول علينا ان احنا مجانين بس احنا والله مش مجانين احنا كل القصه ان احنا وعيالنا دي عندنا اهم حاجه في الدنيا لحظه السعاده اللي بنشوفها فيهم هي دي بتخلي الواحد لو تعبان يرتاح صح لا وفي قرارات مصيريه خدناها بسبب اليوم الموعود ده بسبب اللي حصل ده قرارات هتغير حياتنا تماما بسبب اللي حصل ده انا ووفاء اتفقنا على حاجه هنعملها في حياتنا علشان خاطر احنا مش عايزين نتعرض للموقف ده تاني خلينا نوريكم بس اللي احنا عملناه احنا رجعنا تاني المسبح بتاعنا هنا عشان نشوفهم هم بيلعبوا كده طبعا وفاء امبارح هي عايزه توريك النقطه وطبعا هم من الصبح هم بيلعبوا بنصحينا الصبح عملنا لهم جوله هناك وظبطنا الدنيا زي المره اللي فاتت ولمعنا عفشنا هنا تاني كل ده طبعا احنا كنا منظفين هنا ومظبطين وفضلنا احنا منعملش كده عشان ننوسخ الدنيا والمية ومجهود بس هما خلاص هما معاهم حق عايزين نخلي الموضوع حماسي اكتر ايه رأيكم؟ ماشي هعمل لكم جايزة لصاحب احسن نطة هتنط جايزة ايه؟ جايزة 1000 جنيه 1000 جنيه لصاحب احسن نطة انا اول لو هتنط لو هتنطي اديك 10000 جنيه لو نطيت احسن نطة والله؟ اه والله انا داخل العقد التحدي ده لا انت ليك انت لو انت حلوه ليكي 10000 جنيه انت 10000
انا كان جالي تعليق مره ان كل مره بيبقى فيها دور فبتبتدي من الصغير للكبير. المره دي الدور يبتدي من الكبير للصغير. ايه رايك في هذا؟ ماشي يا سيدي. علشان الصغير لا من الكبير يا وفاء المره دي. ماشي. يا عايزه تبتدي هي عايزه تقدر ان هي تنط احسن نط. طبعا التعليقات بتاعتكم هي اللي هتقول مين صاحب احسن نطه علشان هو اللي هيكسب 1000 جنيه وياخدها قدامكم ويصرفها قدامكم ويجيب اللي هو عايزه قدامكم. فتكسبوا مين ده هتشوفوا. لو نطيتي تاخد 10000 ولا لا؟ مش لو نطيتي، لو نطيتي نطه احسن من نطتي. ها؟ لو عايزه نطه اساسا. ما تعرفش نطه اساسا. يلا اطلعوا لي المتسابقين كلهم اللي هيشتركوا في الجايزه اطلعوا لي بره. وهنبتدي من الكبير للصغير. المتسابقة الأول معانا ندى ونشوف النطة بتاعتها يا ترى يا ترى هيكون تقديرها قد إيه من المتابعين؟ ونبتدي نقول واحد واثنين وثلاثة. نطة مش بطالة. حلوة طبعاً حلوة طبعاً بالنسبة إن هو حجم ضيق عليها لأن ندى طويلة فما تقدرش إن هي تفرق جسمها جامد. معانا المتسابق التاني محمد. شوف برضو يلا واحد اثنين. برضو نطه جميله مش بطاله. ومعانا بلال اللي بيكسب كل مره في النطاط. يا شيخ يا ترى النهارده يقدر يفوز بكاس ال 1000 جنيه ولا لا؟ مش معقول مش معقول. عملها تاني عملها تاني. استني ما اقول لك. لما عد الاول لما عد ما تستعجليش. طبعا هي مستعجله وعايزه تكسب وطبعا واقفه بتركب وزي ما انتم شايفين بتركز لان طبعا قدامها متسابقين جامدين جدا فهي عايزه تكسب ال 1000 جنيه. هنشوف دلوقتي هتعمل ايه. واحد اتنين تلاته اهو. نطتها فعلا نطه مميزه وقدرت ان هي تقفز من البلاطه دي للبلاطه دي مش عارف. ومعانا متسابقه متهوره طلعت فوق السطح. هنط هديك 10 دقايق. والله هديك 10 دقايق بس النط نطه احلى من النطه بتاعتك. ها؟ متردده فشل قبل ما نطه. خلاص يا سيدي هديك 10 دقايق بره. انا اعتبرتها كسبت. انا اعتبرتها كسبت يا جماعه. طبعا انتوا شفتوا النطاط وهنشوف بقى مين هو اللي هيكون فايز من التعليقات. هنراجع التعليقات ونشوف اكتر حد هيكتب. الجايزه هتتسلم برضو قدامك يا اما في ستوري يا اما مش عارف في الحلقه الجايه او في الحلقه اللي بعدها. بس انا 10 دقايق في الحلقه دي كده كده كسبان ما فيهاش كلام. انا عارفه نط تاني. لا انا الحلقه دي لا مش جاهز ما نطيتش عليه. الاكل طبعا هنعمل النهارده سمك مشوي. هي السمك المشوي المتبل والتبل اهو. كنا واخدينه معانا امبارح كان مجمد ومتبل يعني. كنا واخدين معانا الفحم والشوايه وكنا واخدين معانا خيمه وكل الحاجات اللي ممكن تتخيلوها كانت معانا امبارح. انا هقول لكم تتبيله السمك عشان بتسالوني على تتبيلات الحاجه. بحط توم كمون فلفل شويه شطه كركم ايه تاني شويه خل اي بهارات انت حابين تضيفوها للسمك عادي وبتبله كده. ولسه هعمل له خلطه كمان بس بعد ما اشويه يعني بعد ما اديله الصدمه لسه ليه تتبيله تاني عندي. الله ينور يا سيدي. طبعا انا مجرب السمك المشوي بتاع وفاء قبل كده بس احلى من محلات والله بجد. اول مره نجربه على الجريلا الجديده فهنشوف التسويق هيكون عامل ازاي. بص هو هي الفكره بعملها على البوتاجاز من فوق بحط صاجه ان شاء الله لو صاجه فرن وبديله الصدمه. اهم شيء ياخد الصدمه. ياخد الصدمه زي اللي احنا خدناها امبارح كده. ياخد صدمه زي اللي احنا خدناها امبارح. يلا الحمد لله كويس ان احنا بنعرف نتصرف وعوضناهم وقدرنا ان احنا نعوضهم بالتسويق ده وبعد كده يلعبوا يزقروا شويه وخلاص. بس اهم حاجه خليكم فاكرين اهم حاجه ان دي اخر مره. ماشي يا وفاء؟ ماشي؟ دي ايه؟ اخر مره عشان تبقى شريط السفره قلت لنا ان انت زهقتي مننا. خلاص كفايه علشان المخ خلاص خلصت السمك
اطلعوا بقى عشان ما تبردوش. لا لا كفايه لعبتي انت بالك قد ايه بتلعبي مش عايزه تخرج من الموضوع. اه فكفايه احنا قلنا اخر مره بقى هتطلعي كده. لا اطلعوا بقى الناس هدومكم عشان ناكل السمك ماشي بتاعنا. وادي وفاء الله ينور يا سيدي ريحه القشطان شديد للجو على لوحديها. بصوا بقى السمكه كده الصدمه خدها بقى بالتتبيله اللي هو فيها. وده الجزء الثاني من التتبيله اللي هي سلطه يعتبر سلطه بصل طماطم فلفل الوان جزر طبعا شويه من الثوم اللي احنا عاملينه التتبيله اللي احنا عاملينها بتحط عليه عشان اعمل كده عشان ياخد الشكل والطعم الحلو. وادخله الفرن بقى الخضار يتشوي معاه ويندمجوا مع بعض. والله اكلك يا وفاء اللي مهون علينا الكورونا. هو فعلا هي الوحيده اللي بتعرف تعوضنا عن المطاعم والخروجات والحاجات ومعيشانا. يعني ادعوا لها ربنا يبارك لك يا شيخ. روحي يا شيخ الله يبارك لك. روحي يا شيخ الله يبارك لك انت وعيالك. السمكه مدلعه كسب السمك كده فرحانه وسعيده انها تتاكل. بس انا هي بتزغرط كده وهي على الجريلا. بس ما تنسوش تحطوا للفويل ده الورق الالومنيوم نقطه زيت لان لازم تتحط عشان كده يبقى مدهون زيت. اه يعني هو ما بياخدش وقت في الفرن يعني خمس دقائق يا دوبك بس يندمجوا مع بعض وهيطلع لان السمك ما بياخدش وقت يتسوى. يا سيد يا سيد وهتاكلوا احلى سمك ان شاء الله. اه اعمل لكم رز. الله ينور عليك. دخل الفرن واعمل لكم رز. طيب انا هروح افضي بقى لان العيال خلاص كده تعبوا. فانا هفضي بقى الايه المسبح بتاعنا لانه كده خلاص يعني مش هم شبعوا لعبه اصلا. ان شاء الله الصيف الجاي ان شاء الله يكون الدنيا مصلحه الحال. وادي وفاء خلصت الاكل ما شاء الله عامله لنا نجوم. الرز عامله نجوم رز الصياديه طبعا. الله ينور يا وفاء. هحاول طبعا انا هنا بفضي حمام السباحه اهو قرب يفضى علشان خاطر خلاص واحنا خلاص تعبنا وجبنا اخرنا. وادي الاكل بتاعكم بتاع المصيف النهارده. كل مصيف باكل شكل. اول مره كانت محشي، ثاني مره كانت ايه؟ ثاني مره كانت ايه؟ كانت شوش مشويات. مشويات اللحمه والكفته. اه صح انا نسيت انا باكل وبنسى. المره دي سمك مشوي. ما حدش يطلب مني حمام السباحه تاني. اه مفهوم. هو اختفى الحمام السباحه ده. لو ما فيش حاجه اسمها حمام السباحه برده كان يبقى فرحانين. يا رب يكبر بخاطرك. الله يكبر بخاطرك. فرحانين كتير قوي. يعني احنا مش زهقنا مننا زي ما قلت لنا الصبح. ما زهقتيش مننا؟ ماشي. بتقول لك السلطه تقريبا زهقت عليها. هي شافت البحر كانت حاسه ان هي تنزله ما نزلتوش. اه خلاص احنا كده ايه عملنا اللي علينا خلاص. ماشي يلا جيب لكم بقيه الاكل ونيجي. ادي السلطه الجامده عشان الغذاء. واخر حاجه السمك المشوي. الله ينور يا وفاء. ريحه السمك المشوي المكرن عايز اقول لكم تحفه. خل والليمون. وفاء اهم حاجه مبسوطه كده ما اسمعش كلمه زهقانه. قاعدين في مطعم سوا. قاعدين في مطعم. شايفين؟ قاعدين في السفره الجميله. مش اي مطعم يعني. بسم الله ما شاء الله. قاعدين في مطعم. مطعم؟ ماشي مطعم على البحر. ماشي علشان خاطر ايه؟ انت كنت السنه اللي فاتت طلعت لنا مصيف مرتين، السنه دي هم طلعوا ثلاث مرات ما لهمش عين يطلبوا مننا خلاص كده عدانا العيد. ما انا قلت لهم هم محمد صراحه محمد صراحه قال لي كلمه حلوه بيقول ان هو حتى لو ما فيش حمام سباحه في اللي هو الخاص بتاعنا ده ما كانش كان هيبقى فرحان برضه. فجبر بخاطر ضمير للسمكه يا بلال بيقول اعتبره اختفى اللي هو يعني يقصد ان هو يشيل من دماغه يشيل من دماغه. وانا ما قالتش حاجه خالص ولا قلتي؟ عايزاه لو ما قالتش انا شبعت يعني عايزه ايه عايزه ايه احنا عايزين ناكل. السمك ريحته تجنن 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 يا سيدي يا سيدي وقلبي يا سيدي كل حاجه كل حاجه بسم الله كل حاجه يا سيدي كل حاجه. طب بصي حطها قدام كده كل هي كده كده مغلفه يعني. اه الميزه في الطريقه دي ان هي تاكل على بتاعها. ايه رايك في الاكل؟ لا لا نور مفيش كلام. نسيتين التعب. وانتوا ايه رايكم في البيتزا؟ احنا والله العظيم البيتزا اللي احنا عاملينه برضه مش اللي بس عشان خاطر عيونكم انتوا طلبتوه كتير برضه. وعشان وعدناكم. عشان وعدناكم تعبنا في البيتزا. انا تعبت والله. يعني امبارح انا خرجنا الصبح زي ما شفتنا كده مشوار طويل جدا عبال ما وصلنا هناك ولفينا كتير عبال ما لقينا خلاص ان هي قفلت الطبه ومفتاح واحنا راجعين من مشوار صد رد. جينا هنا مش قادرين خلصانين. ده احنا كنا مبيضين قبلها. اه يعني واخدين بالكم؟ اه اللي احنا كنا تعبانين في الشقه. ان شاء الله توصلوا بقى الفيديو ده ل 100,000 لايك عشان تشجعونا الفيديوهات ان شاء الله. مستويه وتحفه و100 100. الف هنقفل بقى معاكم الحلقة. ما نطولش عليك عشان احنا ايه؟ عشان الفيديو ما يبقاش طويل. اه. ما تنسوش بقى توصلوا ل 100,000 لايك وتشتركوا في القناة لسه ما اشتركتش. عشان نوصل ل 2 مليون كده ان شاء الله. مع السلامة مع السلامة.